بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هشرح ازاي نخلي المجلة تدعم الاستكمال، ولو الكود باظ هنعمل فيه ايه. فاحنا المجلة بتاعتي اهي عندك، المجلة بتاعتي اهي اباتش سيرفر. خد بالك ما يبقاش فولدر جوه فولدر، يعني اباتش سيرفر اهي. خش اباتش سيرفر اهي، هسطب المجلة دلوقتي. براوز المكان اللي انا حاطط فيه في اللوكال 2 اباتش سيرفر اهي. اوكي، نيكست نيكست اي حاجة، وبعدين روت، وبعدين روت، وبعدين انستول. دلوقتي المجلة بتسطب قدامك اهو. في ناس كتير اشتكت انها ما بتدعمش الاستكمال وبتبقى من بورت واحد. طيب انا حليت الموضوع ده ان شاء الله النهاردة في التصحيح ده. وكمان في ناس كتير بيلاقوا كود اتصل بالبائع، هنحله برضو النهاردة سوا ان شاء الله. الموضوع سهل جدا وربنا يسهل ايه ويتفهم بسرعة. يعني انا طبعا بعد ما سطبت المجلة بخش على الفولدر التلاتة دبليو، في عندي اندكس دوت بي اتش بي. انا اظهر اهو علشان برضو اللي بيسأل بيضيف فيلم او حاجة وما بي ما بيظهرش معاه. طب ليه؟ ما انت لازم تخش هنا فولدر، هتعمل فيو هيد اكستنيشن وهيد يس، بعلم على دول علشان افتح الامتدادات كده. طبعا ده ظهر لي بي اتش بي وده ظهر لي اتش تي ام ال. بي اتش بي ده انا بشيله خالص، خلاص مش عايزه. هكتب هنا اللوكال هوست اللي هو المجلة بتاعتي. تمام كده، المجلة بتاعتي اللي احنا بنقول هنسطبها اتسطبت قدامك اهو زي ما انتوا شايفين كده. ايه كله تمام ماشي، لو عايز شغال حاجة او حاجة من دي كل شغال كله تمام. طيب احنا عايزين نضيف ملف، وبالمرة برضو نضيف بالسمارت سيستم عشان تعرفوا ازاي السمارت سيستم بيشتغل، عشان يبقى برضو الشرح جايب كل حاجة. انا بخش هنا بادمن، طبعا شلت اندكس دوت بي اتش بي وبخش هنا بادمن، وبعدين بيطلب مني اليوزر نيم والباسورد ادمن، وبعدين ادمن تمام يز. انا عايز اضيف ملف فيديو في السمارت سيستم. انتوا طبعا ايه، هو مش ملف واحد، انتوا هتقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه. فهنا عندي مثلا عايزين نجيب فيلم زي بنات العم ده مثلا، هنضيفه للارشيف احسن. نعمله تخزين عشان يتضاف بسرعة. انا بس علشان يبقى تجربة قدامكم وعملي بنضيف الفيلم ده ازاي في السمارت سيستم. انا عايز صورة طبعا لان الفيلم ملوش صورة. بنات العم، هجيب الصورة بتاعه. صور صورة زي دي كده مثلا، الصورة اهي، سيف ايمج، احطها انا عندي على سطح المكتب عشان اخدها انا عندي. تمام دلوقتي ده خلاص خلص، هشيل دول مش عايزهم اهو. فولدر اهو، فولدر قدامنا اهو. هاخده بقى فين؟ في سمارت سيستم. خش على باتش سيرفر بتاعنا اهو، 3W ايج ستارز 3W سمارت، احط فيه الفولدر اهو وجواه الفيلم. طب انا عايز الصورة، ما ينفعش، مش هينفع يطلع بدون صورة. هاخد الصورة اهي كوبي، انا سمارت بسط. طبعا ده ايه، فيلم عربي. فانا كل اللي هعمله هروح اعمل ايه، انا اوريكم اول المجلة هون. المجلة قدامكم ما فيهاش غير موضوعين، هنضيف بقى ده. نروح للسمارت سيستم، هقول له يا عم سمارت انا حطيت لك افلام عربي. طب دي افلام حديثة شادي ولا قديمة ولا سينما؟ افلام حديثة، تحميل عادي ولا هيبقى فيديو عرض مباشر ولا فلاش ولا هيبقى ايه؟ هو تحميل عادي، اضافة،
تمام كده، نروح بقى نشوف عمل لنا ايه. فعلا ضاف بنات العم اهو، تمام بنات العم اتضاف. هاجي اعمل داونلود، ناخد بالنا اوي من النقطة اللي جاية دي. هعمل داونلود، بص كده يستقبل بيانات من بورت واحد، تمام. يدعم إمكانية الاستئناف؟ لا، زي ما انتوا شايفين 27 ميجا، 20، 23. طبعا ده عشان على نفس الجهاز. طب هنعمل ايه احنا علشان نخلي التحميل يبقى من كذا بورت؟ شوفوا هنعمل ايه. في ملف انا هبعته لكم في الموضوع، هو اسمه كده، اسمه المجلة تدعم الاستكمال. هتخش تاخد كل اللي جواه، كنترول اول كنترول سي كوبي، هاخد كوبي اهو، هروح رايح على المجلة بتاعتي انا، المجلة بتاعتك 3W اي جي ستارز، ارميهم هنا كنترول في، هقول له ايوه، بدل كله كوبي اند ريبليك كده، تمام كده المجلة بتاعتي اصبحت بتدعم الاستكمال. طب ازاي نعمل تجربة ونشوف؟ نجيب الرئيسية، رابط جهاز الكمبيوتر، الصور ما ظهرتش عشان اي بي، الاي بي 36. تعديل البيانات، نشوف ايه اللي حصل. الصور ظهرت تمام كده زي الفل. اجرب داونلود، هيضغط هنا لتحميل الملف. ايه اللي جرى؟ بيدعم الاستكمال. شوفوا في كام بورت اتفتح، شوف كام بورت اتفتح. إمكانية الاستكمال نعم، إيقاف، بدء، طبعا اختلفت نهائيا خالص اهو قدامكم، إيقاف، بدء، تمام كده زي الفل الحمد لله. وفتح معايا كام بورت؟ 8 بورتات اهو، إيقاف، إلغاء الأمر. طيب في حاجة تانية بقى، المجلة باظت، المجلة بتظهر لك برجاء الاتصال بالبائع. الموضوع ده حصل فين وباص فين؟ باص في البرودكت كي، انا هفتحه هلعب بس فيه علشان ايه تبوظ قدامي قدامكم زي ما هي ايه بتبوظ معاكم. يعني كده بوظتها اهو. دلوقتي هفتح اللوكال هوست، هو ده بقى المصيبة المهببة بطين اللي بتظهر للناس كتير، وناس كتير بيسألوا عنها نعمل فيها ايه. طب هتعمل ايه؟ العملية سهلة جدا، شوف بص كده، خد لي بالك معايا، هتكتب ايه؟ اللوكال هوست بعده على طول بي اتش بي ماي ادمن، وراح ضغط انتر. طبعا البي اتش بي ماي ادمن هو قال لك هتدخل يوزر نيم والباسورد بتاعك اللي هو اساسا انت عملته في الاول روت وتحت روت، تمام. ركزوا معايا جدا في الحتة اللي جاية دي، هتخش على حاجة اسمها قاعدة البيانات، تفتحها كده هتلاقي الأوروا، شايف الأوروا دي؟ تضغط عليها كده، في عندك حاجة اسمها بي كي، برودكت كي، بي كي اهي، اهي شايفينها؟ هضغط عليها كده، تمام. في حاجة اسمها استعراض، هخش على استعراض، شايف الكود ده اهو؟ الكود ده هاخده كوبي، خد الكود ده كوبي كوبي اهو، واروح عامل ايه؟ داخل على المجلة بتاعتي اهي، خش على المجلة بتاعتي بقى، انا خدت الكود في ايدي اهو، خدت الكود في ايدي، خش على المجلة بتاعتي اباتش سيرفر 3W اي جي ستارز، وهروح جاي على البرودكت، برودكت كي ده اهو شايفينه، وهروح فاتحه، هلاقي هنا كود هعلم عليه كله واسيب علامتين التنصيص زي ما هما، هعلم عليه كله كنترول في، ارجع الكود تاني اهو، الكود اللي انا خدته من البرودكت كي من البي اتش بي ماي ادمن. طب نفتح المجلة بقى تاني، نفتح المجلة تاني، ايه اللي هيجرى؟ المجلة رجعت تشتغل التاني. اتمنى ان انا كده ان شاء الله اكون افدتكم في الموضوع ده وسهلت عليكم الحركة دي. ده مثلا شقاوه قط، ممكن نتفرج عليه. بص اول ما بيجيلك دي اعلم عليها انيبل، ران 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 ميديا بلاير، هتشتغل قدامك اهي، تمام. عايز العب لعبه اونلاين زي اللي احنا بعتناها لكم دي. اتمنى ان شاء الله ان يكون الشرح سهل جدا، و
يعني ان شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة، واللي عايز يطور في المجال يتفضل يطور، مشكور عادي جدا. لكن للأسف حقوق الملكية الفكرية اللي هو خالد سايبها على المجلة دي مش هنقدر نشيلها. انا حاولت اكلمه لكن هو الراجل عنده حق فعلا، ده تعبه ومفيش، ما اعتقدش ان في حد فكر انه يطلع حاجة بالمنظر ده. يعني اقل حاجة نسيبها بس مش مشكلة. الف شكر، وكان معاكم المهندس شادي سوفت، واتمنى ان شاء الله ان الشروحات تكون ساعدتكم. شكرا.